بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ دكتور أحمد عبد المقتدر، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب جامعة الفيوم. محاضرتنا النهاردة موضوعها نيونيتال سيجرز. هنبدأ بديمونستريشن للنيونيتال سيجرز. زي ما انتم شايفين ده ديمونستريشن اهو. النهاردة هيبقى لنا objective goals، عايزين نعرف النهاردة يعني ايه seizures، وعايزين نعرف النهاردة من ال objective goals بتاعتنا النهاردة، عايزين نعرف ال pathogenesis، عايزين نعرف characteristic clinical pattern of neonatal seizures. النهاردة عايزين نعرف برضو common causes of neonatal seizures. عايزين النهاردة نعرف ال management strategies لل neonatal seizures. يا رب إن شاء الله نبقى موفقين في محاضرتنا النهاردة وتبقى محاضرة مفيدة لحضراتكم. طيب عايزين نعرف يعني إيه seizures ويعني إيه epilepsy. seizures عبارة عن paroxysmal neurological function. paroxysmal يعني transient changes في neurological function على level motor sensory autonomic associated with abnormal synchronous discharge of cortical neurons. يبقى انا عندي paroxysmal changes في neurological function ودي results from abnormal synchronous discharge of cortical neurons. طب يعني ايه epilepsy؟ epilepsy ده chronic condition characterized by two or more unprovoked seizures. يعني ايه unprovoked seizures؟ يعني not caused by known condition in a time frame of longer than 24 hours. اوكي؟ يبقى ده definition of seizures و definition of epilepsy. هنيجي بعد كده عايزين نعرف بعض الترمينولوجي، وهل ممكن نستخدمه alternatively مع كلمة seizures. الحقيقة في بعض الترمينولوجي يعني ممكن يفيدنا قوي ونستفيد منه، زي كلمة convulsions. convulsion على فكرة ممكن استخدمها alternatively مكان كلمة seizures، وكلمة fit ممكن استخدمها مكان كلمة seizures. يبقى على مستوى البراكتيكال ممكن اقول ان انا ممكن استخدم convulsion او seizures او fit، الثلاث معاني in practical manner تقريبا هيؤدي نفس المعنى. اوكي يا شباب. اوكي، عندنا بعض الكي بوينتس في النيونيتال seizures، تقريبا 9 بوينتس كده ممكن نسمرايز مع بعض، يعني نقط مختلفة نسبيا عن السيجرز في الأولدر تشيلدرن أو في الأدلت. أول فرق من الفروق دي the exact basic mechanism of neonatal seizures are unknown. ممكن يعني زي ما هنقول في النقطة التانية تقريبا most neonatal seizures are symptomatic، يعني في underlying etiology، يعني ممكن يكون عيان حصل له هايبوكسيا فدخل من هنا في seizures، أو عنده intracranial hemorrhage، أو عنده infection. انما الاكزاكت ميكانيزم ايه اللي بيحصل بالظبط، كلها ثيوريز سجستيف للاندرلاينج او اندرلاينج ايتيولوجي. رقم 3 الكلينيكال سيجر باترن النيونيتس ريفليكت ذا ريديوس ذا كونكتيفيتي ان يونيت البرين ويز بروميننس اوف فوكال اكتال كاركترستيك اند ريلتي اوف جير از باترن اوف نيونيتال سيجرز. يعني ايه الكلام ده؟ احنا في الاولدر تشيلدرن او في الادلت ممكن نلقى what we called grand mal epilepsy او generalized tonic clonic convulsion. الجنراليزد convulsion في النيونيت قليلة، انما الكومن باترن في النيونيت او seizures باترن في النيونيت بيبقى فوكل او مالتي فوكل. رير ان هو يكون generalized. ايه السبب في الموضوع ده؟ reduced connectivity in the neonatal brain.
النقطة اللي بعد كده اللي هو الـ susceptibility of the brain للـ hazards effect of anticonvulsant medication. The immature brain may be more susceptible to developmental effect of anticonvulsant medication. وبالتالي احنا بنختار بعد الميديكيشن في النيونيتال سيجرز افضل من البعض التاني، لان بعض الميديكيشن ممكن تبقى لها نيجاتيف امباكت على الديفلوبينج برين وتعمل ابوبتوزس. يعني احنا بنستخدم الميديكيشن في حالات النيونيتال سيجرز علشان اقلل الديوريشن واقلل الامباكت اوف سيجرز وما يحصلش عندي ابوبتوزس. نفس الميديكيشن اللي بستخدمها ممكن تعمل ابوبتوزس. فدي نقطة من النقط اللي احنا ناخد بالنا منها في حالات النيونيتال سيجرز. النقطة اللي بعد كده many newborns may have more than one seizure type. يعني ممكن البيبي وممكن النيوبورن يكون عنده تونيك كونفالجن ومعاه كولونيك كونفالجن ومعاه ساتل كونفالجن او مايوكلونيك كونفالجن. يعني ممكن يكون عنده اكتر من باترن للنيونيتال سيجرز عكس الاولدر تشيلدرن، غالبا في الغالب بيبقى عنده باترن واحد. النقطه اللي بعد كده developmental immaturity in the units influence many aspect of diagnosis management and prognosis. يعني بتاثر، يعني الاماتيوريتي بتخلينا الى حد ما في بعض الديفيكلتس في الدياجنوزس والمانجمنت والبروجنوزس او توقع البروجنوز. النقطة اللي بعد كده most neonatal seizures occur during the first 24 hours of life. تقريبا معظم النيونيتال سيجرز بتحصل في أول 24 ساعة من حياة النيونيتال. النقطة اللي بعد كده احنا عندنا في البرين او في النيورولوجي في اكزيتاتوري ترانزميتر وانهبيتوري ترانزميتر. البالانس اوف اكزيتاتوري اند انهبيتوري ترانزميترز او بروسيس في الاماتيور برين از ويتد توردز اكزيتيشن. وبالتالي العيان او الانسيدنس اوف، لو هنتكلمنا ليتر اون عن الانسيدنس اوف نيوتال سيجرز، هنلاقيه اعلى نسبيا من الاولدر تشيلدرن نتيجه هذه الجزئيه، وهي جزئيه الاكزيتاتوري نيورو ترانزميترز بتبقى اكتر من الانهبيتوري، بل ان بعض الانهبيتوري نيورو ترانزميترز بتتحول الى اكزيتاتوري نيورو ترانزميترز. النقطه اللي بعد كده في الكي بوينتس اللي ناخد بالنا منها في نيونتال كونفالجنز، early diagnosis and treatment of neonatal seizures is important to allow what identification and treatment of underlying disorders to prevent additional seizures and the seizure related cytotoxic effect such as hypoxemia and hypertension to possibly prevent seizure related excitotoxic neuronal injury. اوكي يا شباب، اوكي. لو اتكلمنا على الانسيدنس اوف نيونيتال سيجرز، زي ما قلنا ان هي نسبتها اعلى من الاولدر تشيلدرن، هي من 2 ل 3 بير 1000 اوف اول نيو بورن. ممكن تصل الى 130 بير 1000 في البريتر او بريماتور. والستادز بتقول ان الانسنس بيبقى اعلى في البريماتور اكتر منه في الفلتر، واعلى في اللوبر سويت انفانت اكتر من النورمال ويت، واعلى في الميل منه في الفيميل. من النظريات اللي بتتكلم على الميكانيزم اوف سيجرز نظريه الصوديوم شانلز، ان الصوديوم بيدخل عن طريق السيل ممبرين، ولما بيدخل جوه السيل ممبرين بيحصل اكزيتيشن او ديبولاريزيشن. الانفلاكس ده بيزيد في حالات السيجرز، وكذلك البوتاسيوم مفترض يطلع في علشان يحصل ريبولاريزيشن. البوتاسيوم افلاكس بيقل، وبالتالي بيحصل خلل، فبيبقى عندنا صوديوم بيدخل جوه السيلز بيبقى كتير، وبالتالي الديبولاريزيشن بيزيد، وبالتالي بيحصل الاكزيتيشن والسيجر. عايزين نعرف دلوقتي what are the most common causes of neonatal
سيجرز، لان احنا قلنا في الكي بوينت رقم 2 ان هو سكندري، ان يونيتال سيجرز سكندري. يعني سكندري يعني ايه؟ معظم النيونيتال سيجرز له اندرلاينج ايتيولوجي، عكس الاولدر تشيلدرن او الادلت بيبقى انون او ملهوش سبب واضح. فيا ترى معانا نشوف مع بعض ايه اكتر الاسباب اللي بتعمل لنا نيونيتال سيجرز. على راس الاسباب اللي بتعمل لنا نيونيتال سيجرز هايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي. الهايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي يمثل تقريبا اكتر من 50% of causes of neonatal seizures. بعد كده في cerebral infarction, intracranial hemorrhage, CNS infection, malformation and other structural lesions. ماشي؟ المالفورميشنز زي نيورونال مايجريشن ديسوردرز، سيريبرال ديسجينيسيز، نيوروكوتينس ديسوردرز، بعض الدراجز ماتيرنال او نيونيتال دراجز ممكن تعمل لنا كونفولشن او تعمل لنا سيجرز. برضه في اكيوت ميتابوليك ديسوردرز زي الهايبوغلايسيميا، هايبوكالسيميا، هايبوماجنيزيميا، هايبوناتريميا او هايبرناتريميا. في مجموعه الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم ومنها الامينو اسيدوباسيز والبركسوسومال ديس اوردرز والاورجانيك اسيدوريا، ميتوكوندريال ديس اوردرز، ديس اوردرز اوف جلوكوز ترانسبورت. في مجموعه اللي هي مجموعه الابيليبسي سندروم، الابيليبسي سندروم منهم بيناين فاميليال سندرومز وسيفير نيونيتال ابيليبتيك انكفالوباسيز وبارادوكسين ديبندنت سيجرز وفولينيك اسيد ريسبونسيف سيجرز. اوكي يا شباب، ده دياجرام يقول لنا تقريبا ده يعني الحقيقه يعني السورس بتاعه تحت اهو، لان في جزء من الماده العلميه الفيديوهات من بعض السورسز العلميه. فلو نشوف كده الهايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي يمثل جزء كبير جدا، بعديه الانفاركشن والانتراكرينيال هيموريدج، فيه الجينيتك كوزز، فيه الانفكشن، فيه الميتابوليك كوزز، فيه البرين مالفورميشن. انما ياتي على راس القائمه قائمه اسباب النيونيتال سيجرز زي ما هو موجود كده في الدياجرام ده الهايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي. ممكن نتناول الاسباب في يعني امبريف، يعني باختصار كده. يعني مثلا هنتكلم عن الهايبوكسيك سكيميك انجري، لان الهايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي ليه محاضره جايه ان شاء الله، المحاضره اللي هتبقى المره القادمه ان شاء الله. فلو اتكلمنا عن الهايبوكسيك سكيميك انجري والسيربرال انفاركشن، زي ما قلنا ان الهايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي او بعض الناس بتقول انسيفالوباسي يمثل تقريبا اكتر من 50% من الكوز اوف نيونيتال سيجرز. الهايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي كان بي جلوبال لو في بارينيتال اسفيكسي، او فوكال لو حصل ارتيريال انفاركشن. بيبقى بنشوف فيه ايه البيبي، يعني يبقى فيه لو ابر سكور و separation of mental status و sometimes coma and hypotension. طيب رغم ان الانسلت في الهايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي بيبقى جلوبال، انما السيجر ممكن تبقى فوكال او مالتي فوكال. الهايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي بيحصل في ال first 24 hour of life او ممكن يمانيفست in the first 24 hour of life في صورة الفوكال convulsion. والconvulsion of hypoxic ischemic encephalopathy أو encephalopathy بياخد short duration أقل من 1 minute. بعد الhypoxic ischemic encephalopathy perinatal stroke is the second most common cause of seizures in neonatal period، وده تقريبا يمثل up to 20% of neonatal seizures. فيه الأذر causes زي الintracranial hemorrhage، وده تقريبا responsible for 10 to 15% of neonatal seizures، وبيبقى في subarachnoid hemorrhage تقريبا هو most common في ال full term، و may present in seizure in the second day of life. CNS infection تقريبا يمثل 5% of neonatal seizures، وال CNS infection ممكن تبقى congenital infection ودي ممكن present early in the first 2 days، أو neonatal sepsis نتيجة البكتيريا infection. في acute metabolic disorders these conditions are
ذا فوكس اوف انفستيجيشن نيونيتال سيجر، هي دي اللي بنعملها بقى الانفستيجيشن، اللي هي الهايبوجلايسيميا والهايبوكالسيميا والهايبوماجنيزيميا والهايبوناتريميا. ده ايميجنج للبرين لعيان عنده انترافنتريكولار هيمرج. اوكي يا شباب، قلنا من الاسباب النيونيتال سيجرز المالفورميشن او ستراكشر ليجنز، زي حاجه اسمها الاسينكيفالي. تقريبا ده كله بيمثل 5% اوف نيونيتال سيجرز. ده ايميجنج للبرين لعيان عنده لسينكيفالي، نشوف هنا النورمال في صلصاي وجيراي، انما هنا تقريبا سموث مفيش صلصاي ولا جيراي. في مجموعه اللي هي مجموعه الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم از ا كوز اوف نيونيتال سيجرز، ودي تمثل تقريبا 1% اوف كيسز اوف سيجرز ان نيو بورن. وده لها ما يميزها ان النيو بورن انيشالي ابير ويل قبل ما يبدا الفيدنج، ماشي. بعد كده في اليوم الثاني او الثالث ممكن يظهر عليه السيجرز. في بعض البايوكيميكال ماركرز ممكن الى حد ما توجهنا الى ان العيان ده احتمال يكون عنده امبورن ايرور اوف ميتابوليزم، لو لقينا معاه هايبوجلايسيميا، ميتابوليك اسيدوزيس، هايبر امونيميا، الترنيشن ان ذا امينو اسيدز اور اورجانيك اسيد بروفايل. بنعمل له اختبار اسمه تي ام اس ويورين اورجانيك اسيدز، ونشوف الاورجانيك اسيدز او في التي ام اس ايه اللي هيحصل او ايه الخلل اللي هيحصل في الامينو اسيدز اللي موجوده عندنا. One of the causes of neonatal seizures is pyridoxine dependency. هو الحالة رير شوية ولكن هي treatable condition. السيجرز في حالة البيرودكسين ديبندنسي بريزنت ايرلي، ايرلي يعني ان ذا فيرست دي، بل ممكن بريزنت ان يوترو. وده بنعمل له تيست دوز، بنديله بيرودكسين 100 مللي جرام اي في، وبنعمل ريكوردنج بالاي اي جي وكارديو ريسبيراتوري مونيتورنج، ونشوف الدنيا هتحصل بيحصل دراماتيك ريسبونس. ممكن نعمل 3 دي ترايلز اوف اورال بيرودكسين علشان نشوف الريسبونس او ريسبونسر او نون ريسبونسر. في مجموعه اللي هي مجموعه الابيليبسي سندرومز، ودي وان اوف ذا كوزز اوف نيونيتال سيجرز، ودي برضو بتمثل تقريبا 1% من الكوز اوف نيونيتال سيجرز. لها بعض يعني هم اكتر من نوع، منهم بيناين فاميليال نيونيتال كونفرجنس، وانا مش عايز ده الليفل يعني بوست جراديوت مش ليفل بتاعكم، انما لو تعرفوا الاسماء اوكي. منهم بيناين فاميليال نيونيتال كونفالجن، في تاني اللي هو البيناين انفانتايل نيونيتال سيجرز او كونفالجنس، وفي ايرلي مايوكلونيك ابيليبسي، ده تالت نوع من الابيليبسي سندرومز. في ايرلي انفانتايل ابيليبتيك انكفالوباسي بيسموها اطهارة، وفي النوع الخامس اللي هو المالجنانت ميجريتنج بارشال سيجرز ان انفانسي بيسموها كوبولا سندروم. ديت سندرومز ديت على ليفل اللي هو ليفل الماستر مش الليفل بتاعكم، انما هي كنوع من انواع الاميوليشن عشان تبقى انتوا اورينتد بيها. اوكي يا شباب، تعالوا بقى نتكلم على الكلاسيفيكيشن اوف نيونيتال سيجرز. في كلينيكال اند الكترو انكفاليك انكفالوجرافيك، وفي الكترو انكفالوجرافيك اونلي. في عيان ممكن يبقى عنده اي اي جي تشينجز اونلي، وده تو ستارت تريتمنت اور نوت تو ستارت، ديت كويشنبل مارك الحقيقه، وده مش محل اتفاق قوي. فالكلاسيفيكيشن كلينيكال اند الكترو انكفالوجرافيك، ده اللي هو التقليدي النيونيتال سيجرز العادي، او الكترو انكفالوجرافيك اونلي. طيب تعالوا بقى نتكلم على الدايجنوزيس اوف نيونيتال سيجرز. في كلينيكال دايجنوزس و اي اي جي دايجنوزس و ايتيولوجيكال دايجنوزس و ديفرنشال دايجنوزس. اوكي يا شباب، يبقى هنتكلم على الكلينيكال دايجنوزس
هنتكلم على الاي اي جي دايجنوزس، ونتكلم على الايتيولوجيكال دايجنوزس والديفرنشال دايجنوزس. وزي ما قلنا قبل كده ميني نيو بورنز مي هاف مور ذان وان سيجر تايب، وممكن يبقى عندي مالتيبل ايتيولوجي، يعني انا ممكن يكون عندي اكتر من باترن اوف سيجرز، وممكن يكون عندي اكتر من ايتيولوجي، يعني عيان عنده امبورن اير اوف ميتابوليزم وعنده نيونيتال سيبسس والسيبسس عامله له سي ان اس انفكشن. اوكي، عيان عنده نيونيتال سيبسس وعامله له سي ان اس انفكشن ودخل في هايبوجلايسيميا، فيبقى عنده ميتابوليك ديستربنس وهكذا. اوكي يا شباب، اوكي هنتكلم دلوقتي على موضوع برضو مهم جدا في النيونيتال سيجرز، اللي هو النيونيتال سيجر باترن، يعني النيونيتال كونفالجنس او سيجرز هيبقى شكلها عامل ايه. فيه اربع فورمز اوف نيونيتال سيجرز، اربع باترن اوف نيونيتال سيجرز، شوفهم مع بعض. نقول كده عندنا الاوتونوميك سيجرز، فوكال تونيك سيجرز، فوكال كلونيك سيجرز او مايوكلونيك سيجرز. تاني باكد من المعلومه، ميني نيوبورنز مي هاف مور ذان وان سيجر تايب. اوكي، طيب الكلام علشان يبقى الكلام سهل شويه اكيد محتاج سبلمنتيشن بعض الفيديوز اللي هتساعدنا. طبعا نتكلم على النوع الاولاني اللي هو بيسموه اوتونوميك سيجرز او ساتل باترن. ده بيبقى معاه اوتونوميك ايفنت، يعني وده غالبا بيحصل في البريتور، بيبقى فيه اي ساينس، فيه بكال اورال لانجوال ساينس، فيه ليم ساينس، فيه ممكن يبقى فيه ابنيا، انما هيبقى فيه اي ساينس، العين بيبقى عنده ستارينج ديفيشن بلينكينج بيوبيلاري دايلاتيشن. بكال اور لانجوال مانيفستيشن زي شوينج ساكينج ليم او ليب سماكينج، بيمص بشفايفه كده او بيمضغ زي ما يكون بيمضغ او بيبلع، او سايكلينج الليمس، ممكن في حركه من الليمس زي السايكلينج سويمينج روينج. ماشي، طيب الكلام ده نعمل كده، نشوف كده لو معانا، نشوف الفيديو اللي معانا. في هنا اهو، هنشوف البيبي اللي على اليمة اليمين دلوقتي، شوف حركة الماوس مش واضحة قوي، شوف البيبي اللي بعدي اهو هيبدأ الحركة بتاع الشوينج اهي، شايفين شايفين شوينج سماكينج. اوكي، طيب نشوف فيديو تاني ممكن برضو ده يساعدنا في معرفة الاوتونوميك سيجرز. حركة الاي بول اهي، شايف الاي بول عامل ازاي، ثواني اهي بلينكينج بلينكينج، بلينكينج، شايفين البلينكينج ده مش طبيعي في النيو بورن، شايفين البلينكينج ده، ممكن يكون حد كبير ممكن يعمل الحركة دي فولنتري، انما دي حركة انفولنتري. اوكي يا شباب، اوكي ده الباترن تاني من النيونيتال سيجرز اللي هو الفوكال كولونيك سيجرز، وده بتبقى الموفمنت بتاعته باي فيزيك وذ فاست كونتراكشن، في فاست كونتراكشن وسلو ريلاكسيشن، يبقى في الباترن ده بيبقى باي فيزيك، باي فيزيك في فاست كونتراكشن فيز وفي سلور ريلاكسيشن فيز، وده بياخد تو فورمز، فوكال سيجرز او مالتي فوكال سيجرز. نشوف الفيديو بتاعه كده ونشوف كده، ده اهو فوكال، فوكال كولونيك سيجرز، ناخد بالنا اهو الموفمنت اهي بتاع الليفت، الليفت ابر ليم. اوكي واضحة، تاني ايه شايفين ال contraction relaxation، contraction relaxation. ده الفوكل ممكن يبقى مالتي فوكل على فكرة،
وادي الفيديو بتاع المالتي فوكال. ده مالتي فوكال، مالتي فوكال كلونيك كونفالجن. اوكي يا شباب، تاني اكتر من لمب فيه كونفالجن، يعني هنا الابر لمب اهو واللور لمب، ولكنه ما هوش جنراليزد. جنراليزد هيبقى كله ات ذا سيم تايم، هو عنده ايد ورجل اهو، ماشي، وان لور لمب اند وان ابر لمب، مالتي فوكال. ناجل تالت باترن من النيونيتال سيجرز اللي هو التونيك سيجرز. التونيك سيجرز بتبقى سستيند بوستشر. السستيند بوستشر ده بالظبط عامل زي ما يكون لعيب كوره وحصل له كرامس، فبيحصل له اللي هو السستيند بوستشر، بيحصل ديفيشن للهيد، وده بيشبه الديسربريت او دي كورتيكيت بوشرينج، وبيبقى معاه تونيك هوريزونتال اي ديفيشن. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو اللي ممكن يبين لنا ويوضح لنا الكلام ده. ده فيميل نيوبورن عندها 6 ايام، هنلاحظ الاكستنشن اوف ذا رايت لور ليم وفليكشن اوف ذا ليفت لور ليم، وهيبقى فيه some sort of extension of the right upper limb with deviation of the eye. مع بعض نتابع. هنا extension of the right lower limb, flexion of the left, flexion of the right upper. ونبص على عينين البيبي، في deviation of fixed deviation of the eye. ده tonic convulsion. طيب نيجي بقى نشوف اللي هو الباترن الرابع اللي هو المايوكلونيك فورم. المايوكلونيك فورم الحقيقة له 3 فورمز، له في فوكال فورم ومالتي فوكال وجنراليزد فورم. ايه اللي بيحصل فيه؟ بيبقى فيه رابيد موفمنت يوجوالي اوف فليكشن تايب. طيب نشوف بقى الفيديو اللي هو هيبين لنا النوع الرابع اللي هو المايوكلونيك. ده الاذر فورم من المايوكلونيك، احنا قلنا فوكال مالتي فوكال وجنراليزد، والجنراليزد فورم احنا قلنا بتبقى رير في النيوبورن علشان البور كونكتيفيتي. اوكي يا شباب، طيب نشوف بقى المايوكلونيك، نلاحظ مع بعض، نشوف الرابيد فليكشن في الاور ليمز. اوكي اجين تاني، نلاحظ مع بعض فليكشن في الفور ليمز. اوكي يا شباب، يبقى ده المايوكلونيك فورم اوف نيونيتال كونفرجن. تعالوا بقى نشوف الاي اي جي. الاي اي جي في النيونيتال سيجرز من الحاجات المانداتوري اللي بتقول لي تقريبا ممكن اعرف منها الباترن اوف اي اي جي، وممكن اعرف الايتيولوجي اوف اي اي جي. النيونيتال اي اي جي بياخد 3 فورمز، في فورم اللي هو الروتين اي اي جي، وده بياخد حوالي 1 اور ديوريشن، وده ممكن استفيد منه حاجه اسمها الباك جراوند اكتيفيتي، وبشوف الديفلوبمنتال ماتيوريتي اوف ذا نيو بورن، وممكن اشوف ابريبتوجينيك بوتنشالز، وده ده الروتين ريكوردنج اللي احنا بنستخدمه. في اذر فورم اوف ريكوردنج اللي هو بيسموه برولونج الاي اي جي، وده بياخد اورز اور ديز اللي بنعمل له مونيتورنج، وده برضو من الحاجات اللي هي ممكن تو كابشر ذا ادفانسد كيسز او الفورمز اوف كونفرجن اللي بتبقى المانيفستيشن مش واضحه فيها قوي. في النوع اللي هو الثالث اللي هو الامبليتيود انتجريتد اي اي جي،
وده بيت سايد تيست، وده بيعتمد على ليميت نمبر او ليميتد نمبر اوف الكترودز، ممكن نستخدم 2 أو 4 الكترودز. ممكن نشوف زي ما بنشوف كده، ده وضع الالكترودز على السكال، بتبقى لها سبيشال سيتويشن. هم ممكن يبقى حوالي 21 او 23 الكترودز، وممكن نستخدم 8 او 9 الكترودز، واحيانا بنستخدم 2 أو 4 الكترودز اللي هو الامبليتيود انتجريتد اي اي جي. لو عايزين نشوف تريس من الاي اي جي، ده اي اي جي العيان عنده هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي، عنده فيه بيس حاجه اسمها بارس سبريشن، عندنا هنا في الديفليكشن هنا عالي اهو، ماشي، ده السبايكس، وهنا عندنا هنا السبريشن ان مفيش ويفز، واحنا تقريبا على الايزو الكتريك لاين. ده ممكن نشوف حالات هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي، وده في اللي هو الروتين اي اي جي. ده اللي هو الامبليتود انتجريتد اي اي جي اللي هو معتمد على 2 أو 4 الكترودز، وده يعني فورم منه علشان نعرف بس شكل، مش مطالبين انتوا بالاي اي جي في المرحله بتاعتكم. تجي بقى نتكلم، تعالوا نتكلم على الايثيولوجيكال دايجنوزس اوف نيونيتال سيجرز او كونفرجن. زي ما احنا قلنا ممكن كلمه سيجرز وكونفرجن وفيت هما تقريبا بنستخدمهم 3 كلمات مترادفه، ممكن نستخدمهم مع بعض في الواقع الطبي. according to the age of onset ممكن نعرف ال underlying etiology تقريبا بنسبة ما. يعني لو حصل للنيوبورن convulsions في أول 24 ساعة بيبقى عندي فيه أكتر من احتمالية، على رأسهم طبعا ال hypoxic ischemic encephalopathy عندنا، وده طبعا most common cause of neonatal seizures، عندنا ال neonatal infection، ال congenital infection، pyrodex independent seizures. احنا قلنا البيردكس اندبندنت سيجرز ممكن تبقى كونفرجن ان يوترو، ومعانا الهايبوجليسيميا. يبقى اول 24 ساعه ممكن يكون هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي، نيونيتال انفكشن، بيردكس اندبندنسي، اند هايبوجليسيميا. من 24 ل 72 ساعه ممكن يكون الايتيولوجي ايه؟ ممكن يكون انفكشن، ممكن يكون ماتيرنال دراج وذرول، ممكن يكون كوتينس سيندرومز اند امبورن ايرور اف اوف ميتابوليزم. برضه نكمل ونقول من 72 ساعة ل 1 ويك ايه اللي ممكن يكون الايتيولوجي؟ ممكن تكون فاميليال سيجرز، سيريبرال ديسجينيسيس، كارنكتراس، امبورن ايرور اوف ميتابوليزم، اند سيريبرال هيموريدج. من اسبوع لشهر ممكن يكون سيريبرال ديسجينيسيس، هيربس سيمبلكس، هيربس سيمبلكس انكيفالايتس، ممكن تكون امبورن ايرور اوف ميتابوليزم اند كالسيوم ميتابوليزم ديستربنس في صورة هايبوكالسيميا. اوكي يا شباب، اوكي تعالوا بقى نشوف الديفرنشال دايجنوز اوف نيونيتال سيجرز. عندنا 3 ديفرنشال دايجنوزز، عندنا بيناين نيونيتال سليب مايكلونس، وعندنا جيترنس، وعندنا ابنيا اوف بريماتيوريتي. على فكره اللي هي ما يسمى في الاولدر تشيلدرن كونديشن ميميك ابيليبسي، يعني حالات تشبه الصرع في الكبار في الاطفال الكبيره زيها في النيوبورن. بقى في حاجات تخص النيوبورن اللي هم البيناين نيونيتال سليب مايكلونس والجيترنس والابنيا اوف بريماتيوريتي. تعالوا نتكلم على اول حاجه اللي هو البيناين نيونيتال سليب مايكلونس، وده ممكن يبقى بريزنت فروم بيرث تو ثيرد مانس، وده بيبقى بايلاترال او يونيلاترال جيركنج ديورنج اكتيف سليب نوت ستيمولس ريليتد. هو العيان البيبي سليبي وانديب سليب من غير اي ستيميليشن يحصل له المايوكلونس. كومنلي انفولفز ابر ترانك، موست كومن انتيتي مس دايجنوز از سيجر اندم، يعني تقريبا بيحصل فيه خطا في الدايجنوز ان هو نيونيتال سيجر. الفيصل طبعا اللي هو الاي اي جي. تعالوا بقى نشوف كده فيديو للبناين نيونيتال سليب مايوكلونس. ده نيوبورن سليبي، ديب سليب، الراجل نايم اهو او الفيميل. عندنا شايفين المايوكلونس الابر واللور لين، شايفين ده سليب مايوكلونس بناين نيونيتال سليب مايوكلونس، وده one of the differential diagnosis of neonatal
سيجرز. على فكرة سؤال differential diagnosis of pneumonical seizures سؤال بيجي في الاكزام، الناس اللي بتدور على اسئلة الاكزامينشن. يبقى قلنا الجيترنس، تاني في symmetrical rapid movement of the hand and the feet، وده stimulus sensitive و high frequency و low amplitude، وفي oscillatory not jerking movement activated and exacerbated by arousals not associated with abnormal eye movement or autonomic changes، وده decrease with flexion of extremity and gentle restraint. وقلنا الابنيا of prematurity ابنيا ومعاها bradycardia عكس الابنيا اللي هي بتبقى associated with subtle convulsion او autonomic convulsion، دي بتبقى ابنيا ومعاها tachycardia. ده فيديو يوضح لنا الفرق ما بين الجيترنس والسيجرز. اللي على الشمال ده اللي بيتمسك ده كده، ده جيترنس. لو عمل هولدنج وحصل ستوبج اوف موفمنت يبقى ده جيترنس. انما لو عملنا هنا هولدنج والبيب ستيل في موفمنت اهي زي ما احنا شايفين الهاند الابر ليمب واللور ليمب، هو عمل له هولدنج اهو ولكن في لسه ستيل موفمنت، يبقى ده سيجرز. اوكي يا شباب، الانفستيجيشن اللي بنعملها للعيان اللي عنده نيونيتال كونفرجن بتبقى individualized according للمانيفستيشن والهيستوري اللي قدامي، بالاضافه الى ان احنا نعمل فوكس على الكوركتابل ديس اوردرز. في لابوراتوري انفستيجيشن وفي ايميجنج. اللابوراتوري انفستيجيشن هنعمل سي بي سي، نعمل العيان بلاد كالشر، نعمل له سي ار بي و اس ار، نعمل له بلاد كيمستري. بلاد كيمستري نعمل له جلوكوز كالسيوم ماجنيزيوم الكترولايتس اند بلاد جازز. هنعمل له سي سي اف اناليسيس اند كالشر، نعمل تورش سكريننج اند ميتابوليك سكريننج الامونيا واللاكتيت والامينو اسيدز. برضه الانفستيجيشن بنكمل الانفستيجيشن، بنعمل ايميجنج، بنعمل اي اي جي وده مهم جدا جدا، بنعمل كرينيال الترا سونوجرافي وده بيت سايد تيست، ممكن نشوف منه الهيمرج، ممكن المالمو فورميشن، وممكن نشوف لو في ايفيدنس اوف هايبوكسيميك انكيفالوسيا ممكن نشوفها. ممكن نعمل سي تي او نعمل سي تي هيبين اكتر، هيبين الهايبوكسيميك انكيفالوباسي والهيمرج والمال فورميشن. نعمل ماجنتيك ريزونانت ايمج ام ار اي وده هيبين لنا سيربرال اسكيميك ليجن او سيربرال مالفورميشن. وفيديو مونيتورنج الحقيقه، وانا بهم دايما اقول للامهات ان الام لو تعمل ايمج او تعمل فيديو لو تعمل يعني مقطع فيديو او تصور الكونفالجن الحقيقه بيساعدنا جدا جدا، بنعرف الباترن بتاع اوف كونفالجن وهل هو كونفالجن ولا هو كونديشن ميمك كونفالجن. زي ما قلنا الـ differential diagnosis of neonatal convulsion، زي ما قلنا الـ benign neonatal myoclonus أو sleep benign sleep myoclonus، وقلنا الـ jitterness، وقلنا الـ apnea of prematurity. مهم أوي إن أنا يعني ممكن أعرف عن طريق الـ video tapping إن ده jitterness ولا مش jitterness. benign sleep myoclonus ممكن نعرف، او فوكال كونفالجن هل هي كونفالجن ولا مش كونفالجن، لان بعض الامهات احيانا بيلتبس عليها الامر وبتيجي تقول بعض الترمينولوجي، تقول الولد بيتشنج وهي تقصد ان هو بيعيط او في كراينج يعني. فالفيديو مهم جدا الام تعمل مونيتورنج، او لو انا قدرت اعمل او النيرس لو هو في النيرسري عندي او في الانكوبيتورز ممكن نصوره، لان هيساعدنا جدا في الدايجنوستس. treatment of neonatal seizures يعني احنا بنمشي في اتجاهين، ان انا اصل لدياجنوزس وان انا اعمل stabilization of vital function. وانا ببدا الميديكيشن لو انا هدي انتي كونفالزنت اخد احط في اعتباري ان الانتي كونفالزنت ميديكيشن
مي امبير ريسبيراتوري درايف، وممكن تأفكت الاديكويت سيركوليشن، وممكن تزود الابوبتوتيك بروسيس. ماشي. وبالتالي احنا على فكرة ممكن بعض النيوبور سام انفانت مينوت نيد انتي كونفالسنت ميديكيشن. وعلى فكرة مفيش جايد لاينز على مستوى العالم محل اتفاق about appropriate duration of anticonvulsant treatment for newborn with seizures. يعني مهم نبقى عندنا عارفين المعلومة. ال steps of management of أو treatment of neonatal seizures. أول حاجة طبعا stabilization of vital function. Initial management of acute metabolic disorders لو عندي metabolic disorders. بالإضافة في ال neonatal anticonvulsant medication. أشهر أنتي كونفالزنت ميديكيشن بنستخدمها فينوباربيتال والفينيتوين والبنزودايازيبين والليفيتيراسيتام، وده يعني دواء جديد بقى لنا فترة مش كتير قوي، بقى لنا تقريبا سنة بنستخدمه. ال stabilization of vital function ABC بنحافظ على الايروي اوبن، بريسنج اوكسجين تو كوريكت هايبوكسيا، سيركوليشن اي في لاينز اند جيف رينجر لاكتيت او سالاين. لو عندي ميتابوليك ديس اوردرز يعني عندي هايبوجلاسيميا، هدي للبي ال بي ديكستروز 10% من 2 ل 3 مللي بركيجي انترافينوس. لو عندي هايبوكالسيميا هدي كالسيوم جلوكونيت، خلي بالك الكالسيوم جلوكونيل بيتعطي اندر مونيتورنج وبيتعطي اي في سلولي. لو عندي هايبو ماجنيزيميا بندي ماجنيزيوم سلفيت. لو عندي هايبو ناتريميا ممكن ندي فروسومايت 1 مللي جرام بير كي جي انترافينوس و 3% صوديوم كلورايد اوفر 15 تو 30 مينتس. امتى ادي انتي كونفالزنت ميديكيشن؟ يعني immediately. عندي لو انا عندي في برولونج اكتر من 2 تو 3 مينتس، يبقى لو الفيتس او الكونفالجن او السيجر قعد اكتر من 2 تو 3 مينتس ابدا انتي كونفالزنت ميديكيشن. او فريكوينت ممكن يكون الديوريشن بتاعته اقل من ال 3 مينتس او 2 مينتس، ولكن فريكوانت اكتر من من 2 الى 3، يعني في 2 الى 3 ساعات جاله اكتر من مره، او حصل ديسربشن للفنتيليشن والبلاد بريشر دينيا، يعني بدا يحصل عيان يبقى هايبوتنسيف يبقى تاكي كارديو. فلو حصل حاجه من الثلاث دي من الثلاث حاجات دي ابدا ادي انتي كونفالزنت ميديكيشن. الفينوبارب ده من اشهر الحاجات اللي بنستخدمها، بنستخدمه بلودنج دوز، لودنج دوز 20 مللي جرام بير كي جي، وممكن بعد كده بندي 5 مللي جرام بير كي جي. مش عايز يعني ايه اسقل عليكم في الدوزز. في الميدازولام والليفيتيراسيتام اللي هو من احدث الحاجات اللي بنستخدمها، وده تقريبا بقى currently used في النيونيت لان له advantages، يعني السايد افكتس بتاعته ليميتد، وما بيعملش زي ما احنا قلنا في الاول ما بيعملش apoptosis. بندي لودنج دوز فاري من 10 تو 20 مللي جرام بير كي جي، والمينتنس دوز فاري فروم 10 تو 80 مللي جرام بير كي جي. امتى اوقف الانتي كونفالزنت؟ يعني برضو ما عندناش جايد لاينز واضحة قوي، يعني ما فيش جايد لاينز بتقول لنا، ما عندناش جايد لاينز يعني محل اتفاق على مستوى العالم بتقول لنا نوقف امتى. انما في بعض الـ يعني البراكتس بتقول ان انا لو العيان عنده ابنورماليتي في البرين انا ما بوقفش الانتي كونفالزنت، انما لو العيان ما عندوش ابنورماليتيز وهو اكتر من 3 ايام فري اوف سيجرز ممكن اوقف الانتي كونفالزنت ميديكيشن.
ان براكتس تقريبا بعد اسبوعين احنا بنوقف الانتي كونفالسنت ميديكيشن. طيب البروجنوزس اوف نيونيتال سيجرز 10% ممكن يحصل فيهم ديزيز. هو ديزيز علشان الاندرلاينج ايتيولوجي، يعني العيان ممكن يبقى سيفير هايبوكسيك سكيميك انكفالوباسي، عنده برين، عنده انتراكنيال هيمورج، عنده انفاركشن، عنده انفيشن، اللي هي الكومن كوز. وبالتالي ربما يكون الكوز اوف ديس الاندرلاينج ايتيولوجي هو السبب الرئيسي للديزيز، او يحصل له نورولوجيكال سيكولي في 30% من الكيسز، وممكن يبقى العيان عنده سيريبرال انسلت او سيريبرال بولس. كورونيك سيجر ديس اوردرز، يعني ممكن يبقى هو يتحول بعد كده ان هو يبقى ابيليبتيك او نورمال اوت كام، يعني ده وده اللي في معظم الحالات ممكن، لان لو حسبنا البرسنتج دي هنلاقي اكبر نسبه اللي هي نورمال اوت كام. تو سامرايز، احنا النهارده اتكلمنا على الباثوجينيسيس اوف نيونيتال سيجرز، الكلينيكال باترن اوف نيونيتال سيجرز، اتكلمنا على الكومن كوزز اوف نيونيتال سيجرز، اتكلمنا على الاستراتيجي مانجمنت اوف نيونيتال سيجرز. اتمنى ان انا اكون وفقت في عرض الموضوع. ان شاء الله لو في اي اسئله، انا الاسئله ممكن على جوجل كلاس او على الواتساب الخاص بطلاب الفرقه الخمسه. تحياتي لحضراتكم، شكرا جدا، والسلام عليكم. Thank you.